من المقرر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس يوم غد الاثنين، وسيستمر حتى 11 من الشهر المقبل. وقد غادر الرئيس الصيني سي جين بين بكين متجها إلى باريس لحضور المؤتمر، وسيحضر أكثر من 140 من رؤساء الدول والحكومات مراسم افتتاح المؤتمر الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول المناخ بحيث يكون ملزما قانونا، كما يهدف إلى الحد من معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين أو إلى أقل مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، وذلك من خلال الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري. وقد أصدرت 183 دولة من أصل 195 حتى العام الجاري خططها طويلة الأمد لمواجهة تغير المناخ، فيما يغطي نحو 95% من الانبعاثات العالمية. وسيعقد المؤتمر في ظل حراسة أمنية مشددة، وسينتشر نحو 2800 من الجنود ورجال الشرطة قرب موقع المؤتمر، في حين ينتشر 8000 آخرون لضمان سلامة الحدود الفرنسية. يهدف مؤتمر باريس للمناخ إلى التوصل إلى اتفاق عالمي كما سبق وذكرنا لمكافحة الاحتباس الحراري، لكن الحصول على موافقة 195 دولة على الاتفاق ليس أمرا هينا حتى ولو كان مستقبل الجنس البشري موضوعا على المحك. في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية هذا العام، وافقت أكبر الاقتصادات في العالم على الحد من ارتفاع معدل الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين، وذلك يعد مهمة صعبة في مؤتمر باريس للمناخ والذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا. سوف تشمل هذه الاتفاقية جميع العناصر الرئيسية من القضايا الرئيسية التي نناقشها الآن، وعلى سبيل المثال التمويل وبناء القدرات والنقل والتكنولوجيا. هذه المواضيع المتنوعة مهمة جدا بالنسبة للعالم كله لتنفيذ الاتفاقية. إن الغرض من هذه الاجتماعات هو تقييم التقدم الدولي المحرز في التكيف مع تغير المناخ الجاري بالفعل، ووضع أهداف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعد واحدا من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ. هذا وتعهدت الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما بين 60 و65% من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. كما وعدت بكين بزيادة مصادر الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية. يقوم هدفنا على أساس احتياجاتنا الخاصة وليس على أساس شرط من الدول الأخرى. أعتقد أن تقديم خططنا يؤكد من جديد على التزامنا بتطوير نظام وطني بحلول عام 2017، كما أعتقد أن ذلك سيدفع العمل المحلي أيضا. أصبحت الصين أكبر منتج في العالم لمنتجات الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها تستهلك معظم الفحم في العالم، لكن استهلاكها قد انخفض منذ عام 2014. هذا وقال خبراء إن الصين قد تصل إلى الذروة في إجمالي الانبعاثات قبل تحقيق هدفها في عام 2030 إذا استمر هذا الاتجاه. وباعتبارها مشاركة رئيسية في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، بذلت الصين جهودا ملموسة في مجالات الإدارة البيئية وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتطوير تكنولوجيا منخفضة الكربون في السنوات الأخيرة، كما تشارك بنشاط في المفاوضات الدولية ودعم سائر الدول النامية في مواجهة تغير المناخ. وخلال زيارة الرئيس الصيني سي جين بين إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، أصدر البلدان ثاني بيان مشترك بشأن تغير المناخ، وذلك بعد البيان المشترك الصادر في نوفمبر من العام الماضي. كما أصدرت الصين بيانات مشتركة بشأن تغير المناخ مع الهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي وفرنسا. في الوقت نفسه أعلن الرئيس سي جين بين في سبتمبر الماضي أن الصين ستنشئ صندوق التعاون جنوب جنوب بقيمة 3 مليارات و100 مليون دولار أمريكي من أجل مساعدة الدول النامية على التعامل مع آثار تغير المناخ. كما تعهدت الصين في خطتها الخماسية 13 بتنفيذ وعودها في خفض الانبعاثات، وذلك التزاما بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والمساواة وقدرة جميع الأطراف
الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية. ومع اقتراب افتتاح مؤتمر باريس للمناخ تتجه الأنظار إلى مجهودات الدول الكبرى في مواجهة التغير المناخي، والصين كأكبر دولة نامية في العالم اتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة وحققت نتائج ملموسة في هذا الصدد لترسيخ صورة دولة كبرى مسؤولة في العالم. التقرير التالي يسرد لنا جهود الصين في مواجهة تغير المناخ. انخفضت في الصين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بنسبة 6.1% عما كان عليه في عام 2013، وانخفضت بنسبة 15.8% عما كان عليه في عام 2010. وقال الممثل الخاص الصيني حول التغير المناخي سي جينخوا إن الخطط الخمسية الثانية عشرة طلبت بخفضها بنسبة 17%، وقد حققت الصين هذا الهدف. وفضلا عن ذلك، بذلت الصين جهودها في توفير الطاقة في المجالات المختلفة أيضا خلال فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة. بلغ عدد المولدات الكهربائية باستخدام الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تم تجهيزها منذ عام 2005 في الصين نحو 42% من عددها الإجمالي في العالم. ويمثل الاستثمار الإجمالي في الطاقة النظيفة المرتبة الأولى في العالم. وحتى الآن فقد أصبحت الصين أول دولة في العالم في توفير الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة. ووفقا للإحصاءات، تمت زيادة حجم مخزون الغابات في الصين ب 2.188 مليار متر مكعب مقارنة بمستويات 2005، وهذا أكثر بكثير بهدفها الذي أعلنت الصين عنه سابقا ب 1.5 مليار متر مكعب. بدأت الصين برنامجا تجريبيا لتجارة حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بكين وشنغهاي وخمس مدن أخرى، مما يعتبر خطة مهمة لتمهيد الطريق تجاه بناء سوق موحدة لتجارة حقوق انبعاثات الكربون في عموم البلاد. وقبل انعقاد مؤتمر باريس لتغير المناخ، فقد سلمت الصين وثيقة الإسهامات المستهدفة المحددة داخليا للأمم المتحدة، حيث أوضحت هدفها لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وتهدف الصين إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح من 60% إلى 65% بحلول 2030 قياسا إلى مستوى عام 2005، في حين سيزيد نصيب الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 20%، حيث ستصل انبعاثات الكربون لاستهلاك الوقود الأحفوري إلى ذروتها في عام 2030 تقريبا، وسيزداد حجم مخزون الغابات ب 4.5 مليار متر مكعب عن عام 2005 بحلول عام 2030. وقبيل انعقاد مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة في باريس، أجرت شبكة CCTV مقابلة مع كل من كريستيانا فيغيريس السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، واللذان أطلعانا على توزيع المسؤوليات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، كما أشادا بدور الصين في مواجهة تغير المناخ. لا شك أن المسؤولية التاريخية للتركيز على الغازات الدافئة ما زالت على كاهل الدول الصناعية، والمسؤولية التاريخية واضحة جدا، والاعتماد على المسؤولية التاريخية لحل المشكلة في المستقبل لا ينجح. لذلك دمج كل من المسؤولية التاريخية والقدرة يكونان بمثابة المبادئ التوجيهية الأساسية. الصين لديها دوران مهمان في مواجهة تغير المناخ. أولا، دفعت الصين كفاءة استخدام الطاقة بقوة في داخل البلاد من حيث الاستثمارات الصينية للطاقة المتجددة في العام الماضي، والتي تتجاوز استثمارات كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان مجتمعة معا. ثانيا، على الصعيد الدولي، فإن الرئيس الصيني شي والرئيس الأمريكي أوباما
قد أصدر الإعلان التاريخي الذي يعطي قوة سياسية قوية لمناقشات مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة في باريس. الهدف من مؤتمر المناخ فيه هو التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني للحفاظ على الاحترار العالمي بأقل من 2 درجة مئوية. وقد قال أحد خبراء المناخ أنه الطريق لا يزال طويلا لقطعه قبل أن تصل إلى الهدف. أعتقد أن هناك أمران هامان. أولا هو أن كل دولة تحترم حقا التزامها في خفض الانبعاثات، وأنا واثق جدا في الصين في هذا الجانب، ونعلم أن الصين تفي دائما بالتزامها، ولكننا قلقون من بعض البلدان ولا نثق بهم، لذلك من المهم جدا بناء آلية التقييم الدولية في باريس بنزاهة وشفافية. ثانيا إننا الآن فقط بصدد تحقيق الخطوة الأولى، ويجب علينا اتخاذ المزيد من التدابير بعد عام 2020 للحفاظ على الاحترار العالمي دون 2 درجة مئوية. كما أشاد خبير روسي بتعهد الصين بخفض كثافة الكربون وزيادة حصتها من طاقة الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030. بحلول عام 2030 أو قبل ذلك بقليل ستسعى الصين إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لديها، وهذا بيان مهم جدا وخطة صارمة للغاية أيضا، وأتمنى أن تتعلم الدول الأخرى من الصين وتتخذ إجراءات في هذا الاتجاه، وإذا تعاونت كل الدول فإنه من الممكن أن يتم التحكم في ارتفاع درجة الحرارة. ختام هذا العدد الإخباري، المزيد من التفاصيل تجدونها كالمعتاد على موقعنا الإلكتروني cctv.com. دمتم في رعاية الله.